اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك مجددا من ساحه النجمه، حيث هناك سجال حاد جدا منذ بعض الوقت قد وقع في هذه الجلسه التشريعيه بين نواب من حركه امل ونواب من التغيير. السجال بالفعل يعني كان اخذ حتى بعض المعاني والكلمات المسيئه اذا فينا نقول بين الطرفين، ولكن لابد من الاشاره من شو سبب السجال. سبب السجال هو يعني مشروع القانون اللي هو بيقول فتح اعتماد اضافي من باب احتياطي للموازنه العام لعام 2022 بقيمه 6500 مليار ليره لبنانيه، منه 4000 مليار لاحتياطي لتغذيه مختلف بنود الموازنه و2500 مليار لاحتياطي العطاءات العام 2022. هذا مشروع القانون كان في رفض من قبل النواب التغييريين ومن قبل نواب المعارضه ايضا له، وبالتالي فرضوا مساله التصويت بالمنادات، كل اسم صوت يا مع يا ضد يا ممتنع. بعد ما كان بالبداية رئيس بري قد دعا إلى التصويت برفع الأيدي، هذا الأمر رفضه نواب تغييرين ونواب المعارضة، وبالتالي بدأ التصويت بالمنادات لكل اسم باسمه. البعض من نواب التغييرين قالوا أنه هن ممتنعين، نواب الحزب التقدم الاشتراكي قالوا أنه هن ضد، وأيضا اما نواب اللي مع السلطه فهن ايدوا هذا مشروع القانون. هون كان في كلام من قبل النائبه حليمه قعقور والتدخل انه بضروره لازم نسمع كل شخص، حتى اللي بيقول انه هو مع القانون لازم نسمع صوته عم بيقول مع، لانه كانوا بالبدايه اللي مع القانون ما عم بيحكوا شيء، ما عم بيردوا، بس الممتنعين واللي ضد هن اللي عم بيطلع صوتهم وعم بيقولوا ضد او ممتنع. هون بيتدخل الرئيس بري يعني الا بيوقفها للنائبة حليمة قعقور عن الكلام وبيقول لها اسكتي. هيدا الأمر أثار وقالت عبارة أنه هيدي طريقة بطريركية مرفوضة. هون يعني فهم هيدا الكلام بأنه كلمة بطريركية بأنه يعني هي ضد السلطة الدينية المسيحية، وكان عم بيحاول يردوا عليها بعض النواب المسيحيين حتى المؤيدين أو القريبين من التغييرين، ولكن النائبة بولا يعقوبيان وضحت الأمر وقالت قصدها بالبطريركية قصدها سلطوية وليست لها علاقة بالبطرك. هنا عدد من نواب حركة أمل أبرزهم النائب أبلان أبلان قد توجه بالصراخ باتجاه نواب التغييريين وقال لهم أنتم ما بتخوفونا، وأيضا قال للنائبة سينتيا زرازير بأنه وصفها بالصراصير وليس بالزرازير. هون اعترضت النائبة بولا يعقوبيان وقالت أنه مش معقول هذا الموضوع، وتوجهت لرئيس بري بالقول انه نائب بكتلتك، قال نائبي معنا انه هي صراصير وصفها بالصراصير، وبالتالي هذا الامر غير مرفوض. صار في صراخ، صار في سجال كثير كبير داخل الجلسه، ولكن بنهايه المطاف اقر المشروع القانون. وحاقرا بالضبط شو هو اللي اقر، لانه طبعا اخذ كثير من الجدالات والسجالات هذا المشروع القانون بحسب ما وصلني في هذه الاثناء. إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 فتح اعتماد إضافي من باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية. ايضا وردني الان تعليقا على سجلات وبعض مداخلات النواب اثناء التصويت، قال الرئيس بري في ناس جاي تعمل مشكل وفي ناس قاصده الا تتم هذه الجلسه. اذا هذا اللي قاله الرئيس نبيه بري، وبالتالي حاول الرئيس بري انه يهدئ من روع نواب ونواب الحركه لانهاله بالصراخ مش كلهم طبعا على ضد النواب التغييريين. والنائب ألاعون كان لافت بانه بلش يقرب على كل نائب من النواب اللي عم يعملوا هيدي الاشكالات الكلاميه ويحاول يهديهم، راح عند نواب حركه امل حاول يهديهم، ومن ثم انتقل للنواب التغييريين وخصوصا بولا عقوبيان وسينتيا زرازير والاخرين، وحاول ايضا انه يهديهم، وانتهى السجال حتى هذه اللحظه. حنرجع نفوت على الجلسه ونشوف ايضا بقيه هذا النهار الذي يبدو حاميا يمكننا القول، خصوصا وانه
جدول الأعمال هو بيتضمن 40 بند، يعني في 40 بند جدول الأعمال. هناك بنود حامية جدا، منها ما هو يتعلق بتفجير مرفأ بيروت، ومنها ما هو يتعلق بمسألة الاي ام اف وغير ذلك. وكان اللافت أيضا أن هذا السجال كله جرى أمام أعين السفيرة الأمريكية شيا، اللي هي عم تحضر هذه الجلسة، ويقال بأن السفيرة الفرنسية أيضا قد تنضم لحضور هذه الجلسة، وذلك لمواكبة مسألة الاي ام اف والبنود المتعلقة بهذه المسألة، مسألة يعني النقاش والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. اللافت أيضا أنه الحكومة من رئيسها إلى كل وزرائها تقريبا يتواجدون في هذه الجلسة التي كما أشرنا هي حامية جدا. على كل يعني طبعا نحن حنرجع نفوت على الجلسة لحتى نوفيكم لاحقا بأي شيء جديد بيتعلق كان بالجدالات أو حتى بمشاريع واقتراحات القوانين التي من المفترض أن تقر أو ترفض في هذه الجلسة التشريعية الأولى بعد الانتخابات النيابية. كان معكم من ساحة النجمة ربيع شنطف وعلي شقير، إلى اللقاء.